حينما نجوب أغلفة الدفاتر باحثين عن المنتمي، بينهن يلوح صوت يحكي لنا كل هوى الوجدان وما تحت الأفئدة، إنه الشاهد والرقيب. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام ومتابعين برنامجنا العربي بيت للكل. هذه المرة وصلنا إلى العراق، وخاصة الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك ونسب المشاهدة وأيضا نجاح الأعمال. بعد مرور هذه الأيام قدرنا نكتشف من خلال الأعمال منو من أهم الأعمال اللي نجح وتلقاه الشارع العراقي من خلال الاستطلاع. مسلسل بنات صالح، مسلسل قصة حلوة، يعني شلون واحد ينظلم وينسجن وبعدين يلقى بناته. اليوم الدراما العراقية لها تأثير واضح على الشارع العراقي بعودة الروح الثقافية والفنية إلى النفوس العراقية. بنات صالح أصلاً مسلسل يخبل، ويعني يحكي على ظروف العالم وعلى شلون يمرون مأساة، شلون يقول يتفرقون وشلون يجتمعون. بنات صالح أكثر شيء بيأثر على الشعب العراقي بما يطرح من مشاكل اجتماعية وعصرانية تقريبا. أكثر مسلسل أثارت انتباه الشارع العراقي هي مسلسل بنات صالح. مسلسل بنات صالح هي أثارت يعني فد عادات اجتماعية وبوجه التحديد عادات عائلية تحديدا، تطرقت إلى مسألة الظلم داخل الأسرة والظلم اللي يصير من قبل الناس. أكثر اللي نشوف هسه بالمسلسل بنات صالح أو ألماس مكسور، يعني إحنا البعض عندنا إنه دا يعيش هذا الواقع. خلينا نرحب بنجمنا العربي الفنان محمد هاشم، نقول لك مساء الخير ومبارك لك نجاح بامتياز في مسلسل بنات صالح الذي أبكى الشعب العراقي. أشكرك جدا أستاذ أحمد، مساء الخير ورمضان كريم على كل مشاهدينا على الأمة العربية والإسلامية. وسعيد أن ألتقي بك. أنا أسعد حقيقة. الله يحفظك. شنو رأيك الفكرة بأن البرنامج ينعرض بأربع شاشات، مصر والأردن وفلسطين والعراق؟ فكرة من أروع ما يكون، وهي هذه العرب، إحنا وطن واحد، ماكو حواجز، ماكو كذا. أيضا بالإعلام خلي يكون إعلام مفتوح ونسلط الضوء على كل الحالات الفنية الإنسانية الوطنية، وقالت لي يكون أكثر من أربع دول إن شاء الله يتطور هيك الموضوع. 250 مليون مشاهدة خلال الأسابيع الأولى لبنات صالح. نعم. شنو يعني لك هذا الرقم؟ والله يعني للكثير، وايضا يعني بعيدا عن المشاهدات، ايضا المسلسل شكل حضور مهم في وجدان المشاهد العراقي والشارع العراقي وايضا العربي. كثير من الدول العربيه تابعوا المسلسل وتعاطفوا معه وشافوا، فيسعدنا ان يتجاوز ال 250 مليون مشاهده. اعتقد هذا لم يحدث مع اي مسلسل طبعا، اول مره تصير عندنا عربي او عراقي. سعيد جدا بهذا. احنا سمعنا هناك اراء عربيه بمتابعه ومشاهده. نعم. مسلسل بنات. نعم. صالح. نعم. باقي الدول العربيه. نعم. هناك نفس متابعة. التاثير اللي صار بالشارع العراقي والعوائل العراقيه حدث نفس التاثير في، لانه موضوع يهم الانسان العربي، يهم يعني موضوع انسانيه. نعم. موضوع اسال عن هذا الموضوع، ليش دائما الحدوته الاجتماعيه تكون مؤثرة بالمجتمعات كلها على صعيد العراق، مصر، الأردن، فلسطين؟ أعتقد يعني معظم ظروف الوطن العربي فيها غليان سياسي واقتصادي وحركة داعش والعنف وكذا، فشقد ما يكون الموضوع بسيط، شقد ما يكون الموضوع إنساني، إلى علاقة بالناس وبوجدانهم وبضميرهم، فراح يشكل حضور. وأيضا هذه يعني مهمة من مهام الفن. إحنا الحقيقة يعني الناس المسؤولين على المسلسل وصناع المسلسل كان يعني لنا الإنسان والإنسان البسيط، ولهذا اختارينا حدوتة جدا بسيطة، جدا بسيطة تأثر بالناس، تأثر في دواخلهم، في ضميرهم، في كذا. يخليني أسأل، هل أتعبك دور الأب في المسلسل أم في الحياة؟ لا بالمسلسل، ومو بس أب، جده أيضا. أتعبني كثير، ويعني أثر على صحتك نفسيا وجسديا، لأنه أنا الحقيقة الشخصية كانت فيها تحديات كثيرة. هي أول بطولة مطلقة يعني أقوم بها، صالح شخصية صعبة، بها انتقالات كثيرة، بها مشاعر كثيرة، بها تقريبا 3 مراحل عمرية، بالإضافة إلى فكرة أنه شخصية مظلومة منذ
يعني منذ أن تظهر على الشاشة بالحلقة الأولى إلى الحلقة الأخيرة وشخص يعني ظلم كثيراً و... هذا يخليني أسأل، هل الفرص المتأخرة في البطولة؟ نعم. يعني حقيقة بنات صالح هو محمد هاشم أو نعم. صالح الفرص المتأخرة جعلت من محمد هاشم في لحظات تجلي عظيمة بحيث من يراقب وينتقد بشكل إيجابي ذكر بأن وصل محمد هاشم إلى لحظات من التجلي كأنه أداء يحيى الفخراني في المسلسلات المصرية وخاصة حتى في الحدوتة الاجتماعية. نعم. هي مو بطولة متأخرة الحمد لله، يعني الحمد لله يعني نعرف البطولات المسبقة في أعمال كثيرة وفي بطولات كثيرة يعني أنا من نوع الممثلين اللي ما يعني لي إنه 30 حلقة أو مشهد واحد. الدليل أنا مثلا أنا اشتغلت مشاهد في 30 حلقة مشهد واحد وطلع مؤثر. إيش قد الشخصية قريبة مني من روحي من أفكاري إيش راح أقدم بيها. أنا صالح كانت شخصية جديدة بالنسبة لي، شخصية بيها تمثيل عالي بيها حس عالي، فأجدت يعني أتلائم طموحي وأتلائم فكري وتلائم لي بهذه المرحلة. أيضا أنا هي مرحلة عمرية بالنسبة لي بالأداء. أما الألقاب إنه الفنان القدير والنجم العربي الكبير يحيى الفخراني فهو اسم كبير ومهم. أنا يسعدني أن يقولون محمد هاشم بدل ما اليوم نقول محمد هاشم. نعم لكن تقارب الصور كل بلد بيها ممثل نعم. يقدم هذا الطبق الدسم من نعم. الإنسانية نعم. ولحظات تجلي نعم. والدموع اللي رافقتك من بداية الحلقات إلى نهايتها. أي المشاهد اللي أتعبتك حقا حسيت روحك انهارت في الشخصية كليتها يعني أتعبت لي في كل مشهد. أنا أتعب في كل مشهد لأن أطيت الشخصية أطيتها من 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 روحي من مشاعري من وحسيت بيها وتبنيتها وكذا. وعلى فكرة كان المشهد الأول على قلة ما يحدث أيضا من أول آن صالح هذا صار مشهد ارتجال. يعني المخرج اقترح لنا على أساس يكون بالحلقة الأخيرة إنه نصب الكاميرا ولأنه أنا كنت عايش الشخصية فخلى الكاميرا وقال كيو بدأ الحوار بدون أن نحضر للحوار بدون أن نعمل تيك ثاني أو ثالث بدأ الحوار يسترسل بداخلي لأنه الشخصية كنت عايشة وطلع من أجمل المشاهد. دائما نشوف آراء المخرج في كل الأعمال الدرامية، هل هذا العمل كسر هذا القيد فلم تكن أو لم يكن عمل بنات صالح هو رهينة آراء المخرج بشكل طبعا احنا عندنا مخرجنا مخرج مجتهد ومخرج باحث ايضا ومخرج تعب مع كل الممثلين نعم فالكل كانوا متعاونين الكل كانوا يعني مصرين على نجاح العمل وانا نقدم مسلسل يكون قريب من الناس والحمد لله. هل على الممثل التمرد على القوالب التمثيلية الخاصة بالمسرح وبالدراما في بعض الأحيان؟ نعم في كل الأحيان في كل الأحيان. وعلى فكرة أيضا أمزجة الجمهور متغيرة يعني اللي هذا الموسم المواضيع اللي يعني الناس تابعوها كذا يمكن الموسم الآخر ما يتقبلوها فإحنا مهمتنا في الإعلام في التمثيل لازم دائما نسوي أبديت دائما تكون متغير شوف متطلبات الناس متطلبات نعم فلازم تكون أنت متجدد ودائما متطور ودائما شكرا. أسأل في بعض اللحظات شاهدنا مقاطع نزلت انهيار الممثلين وخاصة البنات نعم. ببكاء غير محدود كانت الانفعالات شديدة بسبب أدائك المرعب. الحمد لله هو كان أكو صدق من الكل وكان أكو تحدي من الكل فعلا أنا كنت أحس هم بناتي وهم كانوا يحسون أني أبوهم. إحنا عندنا الحدوتة لطيفة القصة لطيفة القصة الناس يعني قريبة من الناس دليل أني يومي أحد يتصل بي يقول هذه القصة مالت وأعتقد هذا كان أحد أسباب نجاح المسلسل أن العائلة التابعة الأطفال يتابعوا الكبار يتابعوا الشباب يتابعوا لأنه كان قريب من الناس. وقلت لك كانت تحديات عندنا ككادر عمل أن نقدم عمل مختلف والحمد لله أثر منذ الحلقة الأولى أثر على الناس وصار حديث الشارع بنات. يعني أنا تابعت الدراما المصرية حتى النقاد عندهم يقول ما نقدر نكتشف المسلسل بنجاحه إلا بعد مروره 15 حلقة عليها حتى يقيسون ذروة الأحداث وتصاعدها وتسارعها. من أول حلقة شكلت في ذهن المتلقى والمشاهد العراقي الحمد لله. هل ما يخرج من القلب يصل إلى القلب؟ طبعا أنا ما كنت أمثل أحمد يعني دموعي حقيقية هذا متعارف عليه وكل المشاهد يعني مثلا قد ما ضربت وقد ما نمت بالشارع وقد ما كذا كلها كانت مشاهد حقيقية. أنا من النوع اللي
يعني احب التمثيل واستمتع بالاشياء من احنا ما نحسك بصراحه تمثل نحسك بان محمد هاشم نفس ما نعرفه بالحياه الاجتماعيه نعم. هذه الطيبه والمصداقيه اللي عندك ودموعك اللي قريبه على العين في كل حتى بالبرامج اللي قدمتها بعيدا عن التمثيل انت بسرعه دمعتك للعين طارق ولهذا انا كنت صالح حقيقي يعني شخصيه صالح حقيقي عشتها بكل تفاصيلها بكل اهاتها بكل المها بكل ظلمها فاستقبلها الجمهور صدقني لانه انا يعني اللي يدخل يطلع من القلب يدخل للقلب بعد الاحباط اللي اصابنا بفتره معينه بالدراما العراقيه هل العصر القادم هو عصر الدراما العراقيه يا رب احنا نتمنى وعلى فكره احنا لا يعني انه يعني عندنا زملاء اجتهدوا واعمال اجتهدوا لكن لكل مجتهد نصب ايضا التوفيق من الله سبحانه وتعالى العمل هذا الجمهور حبه جدا لانه ممكن صار قريب منه كل شخص يشوف العمل يشوف نفسه بهذا العمل والحمد لله أكو يعني رأي يقولون أنتوا عدتوا هذا العمل الثقل الدراما العراقية ونصاب سنين ما شايفين هيش عمل أو أثر ولأول مرة أيضا الجمهور يتفق على العمل يعني مرات كان يصير هجوم من قبل طبعا على العمل العراقي وإحنا الحقيقة أحمد أحكي لك شيء أي منجز عراقي درامي لازم نرفع لهم القبعات والتحية لأنه ظرفنا صعب نعمل في ظرف جدا جدا صعب لم يعني ماكو ممثل بالوطن العربي أو العالم يعملون بالظروف اللي إحنا نعمل بها فالحمد لله قلت لك إجت آراء الجمهور يعني الكل مع العمل وحابي ويشجعون طبعا نجمنا وفناننا العربي محمد هاشم شكرا لهذه اللحظات اللي استثمرناها من خلال وقتك أنا سعيد جدا بهذا اللقاء اللي راح ينعرض من خلال برنامجنا العربي بيت للكل وتمنياتي لمحمد هاشم بأعمال عربية أخرى مهمة وإحنا متأكدين بمقدرتك وعبقريتك وابتكارك وموهبتك في تجسيد كل الأدوار لكن بنات صالح أثر بينا كمجتمع والشارع العراقي والعربي بصورة عامة يسعدني هذا اللقاء وياك ونورتني وإن شاء الله كل التوفيق لك شكرا لك أحمد وأنت أيضا من اللامين المتميزين عندنا بالبلد شكرا لك وأعتقد أن العربية تبدأ من المحلية الآن الموضوع مفتوح فممكن أن نكون مشهورين عربيا ومؤثرين عربيا يسعدني ما أحقق أنا بالدراما العراقية المحلية وأيضا سعيد بهذا اللقاء ونلتقي بجمهورك العربي وإن شاء الله نوعدهم بالشيء الأحسن والأفضل بانتظار هذه الأعمال شكرا لك أحمد إذا مشاهدينا كانت هذه رحلتنا من العراق حول الدراما كانت هذه آخر حلقات شهر رمضان المبارك من برنامجنا العربي بيت للكل تحية لكل زملائي من الأردن وفلسطين ومصر الحبيبة إن شاء الله نلتقيكم في حلقات من برنامجنا بيت للكل في أيام العيد إن شاء الله اللهم يحفظ إن شاء الله كل شعوبنا بإمان الله